السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي ستيب باي ستيب. أنا ميس شيماء. الحلقة دي خاصة بالطلبة اللي داخلين السنة دي جينير وان أو برايمري وان. ناس كتير طلبت مني شرح منهج الكونكت بلس لبرايمري وان. الحقيقة ان لسه المنهج ما ظهرش قوي، لسه الكتاب ما بقاش متاح توتالي يعني، بس النهاردة انا هعرفكم، عاملة الحلقة دي علشان اعرفكم على المحاور الاساسية للكتاب، كمان اليونت والتايتلز بتاعت اليونت دي، وناخد فكرة عن القصة اللي في نهاية الكتاب. بس قبل ما نبتدي في الدرس بتاعنا، يا ريت نروح على زرار سبسكرايب ونعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لنا نوتيفيكيشن ان الدرس الجديد نزل. وكمان لو عجبك الفيديو واستفدت منه، يا ريت تعمل لنا لايك، تعمل لنا شير، وتعرف الناس على قناة ستيب باي ستيب المتخصصة في شرح مناهج كونكت بلس. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. هنبدأ بالكونتنت او محتوى الكتاب. زي ما قلت، ده منهج كونكت بلس لبرايمري وان او جينير وان او اولى ابتدائي لغات او تجريبي لغات. الكتاب بيتكون من تو سيمز او محورين اساسيين. قبل ما نبتدي في المحاور، في حاجة الكتاب بيبدأ بيها وهي جزء let's remember. let's remember اللي هي هيا بنا نتذكر، دي عبارة عن ريفيو سريعة للحاجات اللي الطفل درسها في كي جي 1 وكي جي 2، بيبقى ريفيجن على الكلمات وعلى الفونكس. طيب تعالوا نشوف ايه هو المحور الاولاني او سيم 1. Who am I؟ Who am I؟ من أكون؟ سيم 1 Who am I بيتكون من 3 units. unit 1 This is me. This is me. هذا أنا. This is me. هذا أنا. unit 2 In my classroom. In my classroom. في الفصل بتاعي. unit 3 In my community. In my community. في مجتمعي. كده الثري يونتس خلصوا للمحور الاولاني هو ام اي. طبيعي بعد ما كل محور بينتهي بيبقى في ريفيو او ريفيجن. دي ريفيو نمبر 1 في الكتاب. بعد الريفيو في حاجة اسمها النون فيكشن ريدر. نون فيكشن ريدر يعني قصة غير خيالية، قصة واقعية. طيب ايه العنوان بتاع النون فيكشن ريدر؟ Homes around the world. Homes around the world. البيوت حول العالم. كده سيم 1 خلص. ندخل على سيم 2 او المحور الثاني بعنوان The world around me. The world around me. العالم من حولي. برضو المحور الثاني بيتكون من 3 units او 3 وحدات، وهم unit 4 بعنوان on the farm. on the farm في المزرعة. unit 5 transportation. transportation وسائل المواصلات. transportation وسائل المواصلات. unit 6 the world around us. the world around us يعني العالم من حولنا. كده 3 units بتاعت المحور التاني خلصت. اكيد بعد ما بيخلص 3 units بيبقى فيه revision او review، فدي review number 2. بعد كده بيجي وقت الفيكشن ريدر اللي هي القصة الخيالية. فيكشن ريدر اللي هي القصة الخيالية. التايتل بتاعنا او عنوان القصة الخيالية The Little Red Hen. الدجاجة الحمراء. The Little Red Hen. The Little Red Hen. الدجاجة الحمراء. ودلوقتي هعرض لكم صور القصة دي، صور متاحة معنا.
لو في اي حاجة مش مفهومة او واضحة اكتبوا لي ده في الكومنتس. ما تنسوش تدخلوا على الفيسبوك وتشوفوا البيج بتاعتنا كونكت بلس، وكمان القناة اللي انتوا بتتابعونا عليها دلوقتي ستيب باي ستيب على اليوتيوب. ياريت نعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة علشان يوصل لنا اشعار ان في درس جديد نزل. وجود باي.